هي زينب بعتت لحضرتك تاني بتقول لك: كابتن شطه عند سؤاله في موضوع كهربا كان له موقف انه سيتم احتساب غرامه كبيره على كهربا، وقال مره اخرى انه لن يستطيع اللعب في يناير، لماذا هذا الموقف مع لاعب اهلاوي ضد الاهلي؟ هو ايه الموقف الاهلاوي ضد الاهلي ضد هي بتقول ان حضرتك كهربا وحد سالك يعني على موضوع لا بس انا الكهربا كهربا فيها غرامه هتوقع عليه، والنادي الاهلي يعلم ذلك وكهربا يعلم ذلك انه ما لم يثبت انه العقد بتاعه مع نادي الزمالك غير صحيح. لكن لو صحيح الاتحاد الدولي بيسمح لك تلعب ببطاقه مؤقته بعد كده بعد 3 شهور تبقى دائمه وتنتقل لنادي انت عايزه، وامر الاتحاد الدولي مش هيوقفك الا اذا تم الحكم فيها والغرامه تدفع. والكلام ده حصل مع كابتن عصام الحضري لما راح السودان ولعب لنادي المريخ، والاستاذ جمال الوالد دفع له 900,000 دولار نتيجه الغرامه لما كانش هيلعب. فهي دي النقطه الوحيده، لكن ما كانش فيها حاجه خطا انه يلعب. ما لعب عصام الحضري رجع ولعب مع منتخب مصر ولعب مع الاسماعيلي ولعب مع المريخ ولعب مع كده. فما انا مش ضد الاهلي في الحاجات دي، انا بقول اللوائح بتقول ايه بس خلاص. لكن احنا كويس جدا بالمناسبه كان ليك في انترفيو قريب